سينما الشويش. سينما الشويش. مرحبا غازي أبو بكر. أهلا شادي بلان. حلقة جديدة اليوم عن فنانة بطلة من أول أفلامها وحققت نجاح كبير رغم أنه عدد الأفلام قليل. إحدى نجمات الزمن الجميل لبنى عبد العزيز. لبنى عبد العزيز. سميح؟ نعم. ولا حاجة، بس نفسي أقول سميح. صلاح أفهم. أنا مش حاضر أطول معك، ماما ما عرفتش أني نزلت وبكلمني في النمرة دي. أكلمك إمتى؟ ساعة 2 من بعد الظهر؟ 2 بعد نص الليل، يكونوا كلهم نايمين. لبنى عبد العزيز. بلشنا بمقطع من أشهر فيلم ممكن لإلها. أول أفلام عمليا كل الناس بعد ما تذكروا شخصيتها سميحة 1957. نحكي أنه هي بلشت ببرامج الأطفال بالإذاعة بجيل صغير. بالضبط. هي عمليا ولدت دار نقول لعائلة أرستقراطية. والدها كان صحفي، كان مهتم أنه كتير تتعلم بنته. ما كان عنده مشكلة أنه تدخل مجال الفني، بعكس عدد كبير من الفنانات بهديك السنوات. هو عمليا كان حثة تتعلم وتعمل كل شيء وتقرر لحالها، يعني تكون شخصية مستقلة. فدرست في الجامعة الأمريكية على سبيل المثال، ولما دخلت شادي لبنى عبد العزيز عالم السينما عمليا هي جسدت شخصية الفتاة الجديدة. أيوة. اللي نادت فيها الثورة. بنحكي انه في 4 اشخاص اثروا على نجوميتها ومسيرتها. رمسيس نجيب اللي جوزها فيما بعد المنتج المعروف، عبد الحليم حافظ طبعا، احسان عبد القدوس، وصلاح ابو السيف كمان المخرج اللي اول 3 افلام كانت من توقيعه. بالضبط. هي عمليا عبد الحليم حافظ زي ما حكت لبنى عبد العزيز يمكن قعد 2 يركض وراها يحاول إقناعها تمثل، وطبعا رمسيس نجيب كمان أقنع والدها ودخلت في النهاية عالم السينما. وأول الأفلام كانت الوسادة الخالية، أحمد رمزي، عمر الحريري، وطبعا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. حسن عبد القدوس قال لها أنت لازم تمثلي ومثلت بالفعل. خلينا نسمع مقطع من الوسادة الخالية. يلا. لا قفلتش ليه؟ اقفل أنت، ما أقدرش أقفل قبل منك. أنت اللي كلمتني الأول، لازم أنت اللي تقفل. هقول لك تيجي نعد 1 2 3 ونقفل احنا 2 سوا. موافق؟ 1 2 3. ما قفلتش ليه؟ برضو ما قفلتش. اسمع على سينما الشويش لبنى عبد العزيز الوسادة الخالية طبعا عام 57. بتقدم بالعام 58 كمان فيلم هذا هو الحب، وكمان أنا حرة اللي يعتبر من أهم الأفلام بمسيرتها الفنية. بالضبط. نذكر انشادي أنه لما وافقت تمثل فيلم واحد قالوا لها يعني لازم 3 أفلام. قالت أنا مش عارف إذا بنجح ولا لا. فقالوا لها إذا نجح وبدك تكملي بالسينما أنت مجبورة تكملي معنا مع رمسيس نجيب. نعم. فقالت أنا عندي شرط أنه يكون مخرج هاي الأفلام صلاح أبو سيف. بالفعل 3 أفلام الأوائل اللي قدمتهن من إخراج صلاح أبو سيف. خلينا نسمع مقطع هذا الفيلم اللي قدم عام 59. يلا نسمع مقطع من أنا حرة وبعدين نحكي عن هالفيلم. يلا. أنا دلوقتي بقيت حرة وما أظنش إني قلت الأدب. وما أظنش إنك حرة. مش حرة إزاي؟ أنا اتحررت من كل شيء. اتحررت من العباسية، وتحررت من التقاليد، وتحررت من الجواز. أنا دلوقتي زيك. أنت عندك شهادة وأنا عندي شهادة. انت بتشتغل وانا بشتغل، يبقى ازاي انا مش حر؟ ايه اللي ناقصني عشان ابقى حر؟ ناقصك انك تكوني حرة. اسمع يا استاذ عباس، ما تزعليش، اسمحي لي اسالك سؤال. انت عايزه الحرية ليه؟ الحرية كمان لازم يبقى لها سبب. الحرية وسيلة مش غاية. انا مثلا عايز الحرية عشان اكتب رأيي بصراحة. وانا عايز الحرية عشان اعمل اللي انا عايزاه. وايه اللي انت عايزاه؟ اكسب قوتي بايدي زي اي راجل. الرجالة بتضحي بالقوت عشان الحرية، فمش معقول انهم يطالبوا بالحرية عشان القوت. على كده يبقى الرجالة كلهم عبيد مدام بيشتغلوا عشان يكسبوا عيشهم. فعلا كل واحد عبد للعمل اللي بيعمله، سواء كان العمل ده بيحبه أو بيكرهه. هذا بإحسان عبد القدوس بتجسده لبنى عبد العزيز بأنا حرة. ليش مهم هذا الفيلم؟ ممكن نتوسع شوي بالحديث عنه. عمليا هي مثل ما ذكرنا أن الثورة نادت بالفتاة الجديدة اللي بتشارك الرجل وعندها حرية وعندها حرية القرار وحرية الخطأ أحيانا. صح. يعني صح. جسد هذا الموضوع، جسدت هاي الشخصية هذيك المرحلة. وبنقدر نقول أنه هون إحسان عبد القدوس كتب عن أمينة، ويقال أنه أمينة هو نفسه إحسان عبد القدوس. بالضبط.
بعد فيلم أنا حرة بتستمر في تقديم كمان أفلام، ممكن أفلام مهمة أفلام أقل أهمية، بس هي البطلة أكيد. ولكن هون إحنا بنشوف عام 1959 و1960 تغيير بالنسبة للمخرجين. عمليا رمسيس نجيب المنتج، المنتج تحول إلى مخرج لأول مرة، وسأصبحت زوجته عمليا بفيلم هدى، فيلم هدى، وبعدين فيلم بالضبط، وبعدين فيلم بهية، صحيح، وفيما بعد فيلم غرام الأسياد، صحيح. نذكر انه بهي قدمته عام 1960، والبطل امامها كان رشدي أباضة وقصة يوسف السباعي. شادي، عمليا الافلام نقدر نقول كانت ضعيفة الاولى، هدى وبهية، ولكن غرام الاسياد اخراج رمسيس نجيب كان ناجح. نعم، عمر الشريف واحمد مظهر. احنا بنسمع كمان مقطع من فيلم اخر مختلف ممكن عن اللي قدمته، واسلمه. انت تغيرت يا ابي، ما بقيتش جهة الصغيرة بتاعت زمان. وانت كمان يا محمود بقيت راجل. يا ترى شكلك بقى ازاي دلوقتي؟ حلوة مش كده؟ حلوة وبس، اجمل ما يكون. وشعرها زي سواد الليل وهديها لون السماء الصافية. حلوة كبرت وبقت عروسة مش كده؟ أجمل عروسة. كفاية بقى لحسن، بعدين هصدقكم. دي الحقيقة من غير أي مبالغة. وأسلماء، أحمد مظهر، فريد شوقي، رشدي أباضة، عماد حمدي. نحكي شوي عن هذا الفيلم اللي كان مغاير عن باقي الأدوار اللي بتلعبها. احنا بنشوف هون انه لبنى عبد العزيز كان في عندها سياسة فنية، وهي تغيير ضوء أدواره ولونه في كل فيلم بتقدم شخصية مختلفة. حدت يعني الكل قال لها انت صعب تقدمي مثلا فلاحة، فقدمت دور الفلاحة في بهية. صحيح. قالوا لها صعب تقدمي مثلا أدوار تاريخية، فقدمت وأسلمة. فكل فيلم هي عندها، وعمليا في النهاية رح نحكي بالستينيات، مثلت دور شحادي ودور خادمي. رح نوصل. ليش هذا الفيلم مهم؟ أولا لأنه بمواصفات عالمية، المخرج عالمي، صحيح، والفيلم ديني تاريخي. وعمليا للسينما المصرية قليل ما قدمت أفلام اللي فيها مجاميع كبيرة زي رسالة وهذا واحد من هالأفلام بالضبط من هالنوعية. وطبعا أهميته يعني ممكن نذكر لبنى عبد العزيز كمان ذكرت هاي الشغلة، إنه الديانة الإسلامية تتعرض في المرحلة الحالية لهجوم، فممكن هيك أفلام تساهم حسب رأيها يعني في نشر الصورة الصحيحة بالزبط للإسلام. بالزبط. تشارك كضيفة شرف مع شادي وعماد حمدي بفيلم لا تذكريني، صح، عام 61. كان أمر مفاجئ جدا. كان هي قالت، أنا سمعتها بتقول حبيت أساير. هي عمليا المنتج كان رمسيس نجيب اللي هو زوجة، وحسب ما ذكرت انه ترجوها، وكانوا يعني مضطرين بدن اياها تأدي هذا الدور وأدته. نعم. عام 62 بتقدم دور حلو من حواء، فطين عبد الوهاب المخرج، ومعها طبعا رشدي أباضة، عن قصة ويليام شكسبير. هي عمليا هون كمان تغيير، فدخلت عالم الكوميديا بعد ما قدمت الرومانسي والاجتماعي. وفطين عبد الوهاب المخرج كان معروف بهالنوعية بالضبط. عمليا استمرت بالكوميديا في عام 63 بفيلم عروس النيل، اللي هو فكرتها كان، اللي هي كتبته عمليا، او صحيح. فكرته، وفيما يعني في شخص اخر شارك الكتابة عن عروس النيل، بتطلع من التاريخ يعني، من التاريخ. فيلم خيالي يعني، خيالي. فطين عبد الوهاب ورشدي أباضة البطل، ومعها شويكار. حميس ست حط ست نفر ست اتون. مش معقول، مفيش حد اسمه كده في الدنيا. حميس حميس حميس، عايزه مني يا ست حميس. انت؟ انا؟ لا يا ظاهر المساله هتطول. تعال تعال تعال، فقولي لي بقى مين اللي بعتك؟ اتون اله الشمس، ابويا. هو ابو حضرتك بيشتغل اله؟ ايوه. طب وابو حضرتك بجلاله قدره عاوز مني ايه؟ عايزك تسافر. اسافر؟ اسافر فين؟ من هنا. انت باين عليك صريحه. قولي لي بقى، اتون اله الشمس ده مش يبقى برضه هو الدكتور حسن؟ حسن ازاي؟ حسن اللي اكتشف حاول تحطمس جوز خالتك. تحطمس مش جوز خالتي، خالي جوز خالتي. يبقى في وسيط. وسيط؟ يعني حد قالك؟ ايوه اتون. يبقى أتون قال لحد، والحد ده قال لك؟ أيوه، أخي أتون. أخوك مين؟ أخي أتون، ابن أتون إله الشمس، أبويا. اسمعي، الكلام الفارغ ده ما منوش فايدة. لو كانوا هما فاهمين هيضحكوا عليك بواحدة زيك، يبقوا غلطانين.
اتفضلي من غير ما ترد، قولي الاتوم بتاعك اللعبه ما نفعتش. نحكي كمان عام 62 عن فيلم مهم كان سبب خلاف بينها وبين عبد الحليم، وبين عبد الحليم وفريد الأطرش. بالضبط، رسالة من امرأة مجهولة. عبد الحليم حافظ شعر انه هو اللي اكتشف في لبنى عبد العزيز، خاصة ان اول افلامها كانت من بطولته. بالضبط، فكان بده يعيد التجربة معها بفيلم اخر، فهي اصرت على مشاركة فريد الأطرش بهاي القصة، خاصة انه عجبتها القصة. والفيلم نجح كتير يعني. نعم، زعل منها عبد الحليم. عمليا ما كملش معها يعني عمليا العمل الفني. عام 1962 رسالة من امرأة مجهولة، نسمع مقطع من هالفيلم. انا اسف اذا كنت عزمتي تركبي معايا من غير ما نتعرف على بعض. انا الاستاذ احمد سامر، بين الفن والحياة. ايه ده؟ ده عنوان مقالكم تقريته عنك. يا بس ده من زمان قوي. انا بقرا كل حاجة بتكتب عنك. بس يا ترى اللي كان مكتوب فيه ده لسه صحيح؟ زي ايه؟ انك مش موفق في حياتك العاطفية، وانك مستهتر بصحتك. تقريبا صحيح. طب وليه بس؟ الفنان لما بيكبر ما بيبقاش ملك نفسه، بيبقى ملك للجمهور بتاعه، ملك للناس اللي بتحب. والله تسمحي لي افتح الراديو؟ سينما الشويش لبنى عبد العزيز. وصلنا لعام 64، أدهم الشرقاوي. بالضبط، هون الفيلم بطولة عبد الله غيث، خلوها تشارك على أساس المبيعات، لأنه عبد الله غيث للأسف مش نجم، ما كانش نجم شباك. صحيح، هي كانت نجمة شباك واسمها يبيع، فإجت كضيف بنقدر نقول يعني. وبتتعاون لأول مرة مع المخرج حسام الدين مصطفى، وبنشوف إنه هالشخصية أدهم الشرقاوي اللي كان يناضل ضد الإنجليز وقت الاحتلال، بنشوف إنه قدمت بأكثر من عمل، مسلسل إذاعي وكمان مسلسل تلفزيوني أحمد عز قدمه مؤخرا. بالإذاعة غنى الغناء كان محمد رشدي، بهذا الفيلم كان عبد الحليم حافظ. عام 65 بتقدم فيلم مميز هي بتعتبره أفضل أفلامها، هي والرجال. حسن الإمام مخرج الروائع اللي حولها من كل الشخصيات اللي قدمتها إلى خادمة، يعني هي تعتبره من أفضل أفلامها. هناك نيلي شاركت أيضا، أحمد رمزي، عدة أبطال ونجوم. نعم، نشوف كمان أنه الأدوار بتتوالى، وفي فيلم أجنبي بتشارك فيه نار على الجليد كمان، هون بنقدر نقول ضيفة شرف. هل هي كانت محاولة أن تخترق السينما العالمية، ولا مجرد الصدفة خلتها تشارك في هالفيلم؟ هي أنا بتذكر بهذيك المرحلة كان كتير أجانب بيحاولوا يصوروا أفلام في مصر ويشاركوا ممثلين من مصر. فاتن حمامة بنفس العام مثلت فيلم كايرو، عمر الشريف، سامية جمال طبعا، عمر الشريف كان بطل، ولكن هني كان في محاولات للمشاركة في بعض الأفلام اللي ما صنعت منه نجوم عالميين. نعم، عام 66 بتقدم فيلم العنب المر مع أحمد مظهر وأحمد رمزي. عام 67 بتقدم إضراب الشحاتين، وحكيت أنت قبل شوي هون تلعب دور متسولي. عمليا هذا كان آخر أفلامها. في بنفس العام قدمت مع كمال الشيخ فيلم المخربون. أيوة. هي ذكرت أنه ما بتحب هذا الفيلم لأنه النتيجة غير أو دورها بالأحرى كان يعني مجرد زوجة. نعم. يعني زوجة البطل، وهي بتحب يكون في تأثير للأدوار اللي بتلعبها. وكان في لها كمان مع رشدي أباظة فيلم اسمه العيب. أيوة، عام 67 جلال الشرقاوي إخراج. نعم، المنتج رمزيس نجيب أدخلها الفن، وزوجها الظاهر الثاني أبعدها عن الفن، إسماعيل برادة. تم الطلاق بين لبنى عبد العزيز ورمزيس نجيب، ويقال إنه تم الطلاق عبر الصحف. قرأت خبر طلاقة في الجريدة وطلع الخبر صحيح، كانت نهاية بالنسبة لها موجعة، وعشان هيك إحنا بنشوفها بالحوارات بتحاولش تحكي عن هاي المرحلة بشكل واضح. هاتوا شحاتين الحسين. ايه الفرق بينه وبين البشوات دول؟ بني ادمين زينا. بيشموا من مناخيرهم زي ما بنشم من مناخير، بيمشوا على رجليهم زي ما بنمشي على رجلينا. ولما شوكه بتخش في رجليهم بيقولوا اي زي ما احنا بنقول اي. ولما بنموت كلنا بنتدفن تحت التراب، غني وفقير، لا بشويه ولا بهويه بتنفع في وقت زينا. يبقى بقى الفرق بيننا وبينهم، هقولوك انا، الفلوس اللي مش هبعاهم واللقمه بتكفينا احنا يا غلاب، يطلعوا من فلوسي ويدونا، هيختاروا هيروحوا هيموتوا. تبقى في فلوس نروح ناكل، ما فيش فلوس
انتقلت لأمريكا في نهاية الستينات تقريبا عام 1968 بعد ما مضت ثلاث أفلام واحد منهن خلي بالك من زوزو. صح، يعني كان ممكن نشوف لبنى عبد العزيز بدل سعاد حسني بالضبط، ولكن هي كانت قدام خيارين، يا يعني إنه بتكون نجمة سينما كما يجب، يا يعني إنه بتكون زوجة كما يجب. بما إنه هي دخلت عالم السينما كهوية ما كانت بدها تكون نجمة، ما بتحب تشوف نفسها على الشاشة أبدا، فبالتالي فضلت تكون زوجة وتنجح في إقامة عائلة، وعادت بعد 30 عام غياب عن مصر. نعم، رجعت عام 1998 سمعناها بمسلسل إذاعي الوسادة لا تزال خالية. بالضبط، عمليا هن اعتمدوا على الوسادة الخالية أول أفلامها فقالوا الوسادة ما زالت خالية. نعم، نشوف أنه بيكون إلها مشاركات بمسلسلات بس ما عادت كبطلة، طبعا الكل بيحترمها بس كل هالسنوات اللي فيها غابت كان في تأثير كبير على نجوميتها. للأسف أنه ما استغلوا وجودها في مصر، كان ممكن يقدموا لها دوار خاصة ملائمة لعمرها ولا قدراتها، فظلت لبنى عبد العزيز نجمة من زمن الفن الجميل اللي مش ممكن تختفي. قدمت عام 2007 بعد ما عادت مسلسل عمارة يعقوبيان اللي ما نجح كتير كبير، وإحنا سبق وشفناه فيلم كان ناجح الفيلم. قدمت عام 2009 كمان مسلسل اسمه قوت القلوب، شاركت في المسرح مسرح كمان. سكر هانم الفيلم الشهير قدمته مع عمر الحريري عمليا على المسرح. عام 2010 كانت كبير، يعني كيف كان وجودها على المسرح؟ عادي، المفروض هي كانت تكون تعود حسب رأيي في فيلم سينمائي كبير. من خلال متابعتنا لها باللقاءات بتقول انه اكتر فنان كانت تحب تشتغل معاه هو رشدي أباظة. عمليا شاركته بأكثر من فيلم، حوالي 5 أفلام، ومخرجة المفضل مثل ما ذكرت صلاح أبو سيف. عام 2012 بتقدم آخر أفلامها جدو حبيبي. جدو حبيبي مع محمود ياسين اللي كمان تقريبا آخر أفلامه. صحيح، هذا لقاء بين نجوم الماضي بس كل واحد منعقد. مزبوط بالضبط، وللأسف أنه ما حقق هذا النجاح اللي يعني كان ممكن يحققه أسمين زي محمود ياسين ولبنى عبد العزيز. افضل افلام غازي، وصلنا لنهايه الحلقه. افضل افلام لبنى عبد العزيز، بقول انا حره فاشاركك كمان اوبا انا حره. شكرا غازي ابو بكر. بنختم هاللقاء مع اغنيتين، اغنيه من اول افلامها مشغول الوسادة الخالية، وأغنية والتاني قلبي مفتاحه فريد الاطرش رساله من امراه مجهوله. شكرا، الى اللقاء. الى اللقاء، باي باي.